بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. ونحن اليوم في الفرد الخامس من فروض الوضوء. فروض الوضوء عند الشافعية ستة. فروض الوضوء عند الشافعية ستة أشياء، والفروض هي التي يجب أن يأتي الإنسان بها، وإلا بطل الوضوء إذا غاب واحد منه، بخلاف السنن. السنن ممكن تفوتك حاجات والوضوء صحيح، لكن الفروض هامة جدا. الفروض ستة أشياء عند الشافعية. أولها النية مع غسل أول جزء من الوجه، يبقى أول شرط، أول فرض مع الفرض الذي يليه لا ترتيب بينهما لأنهم مقارنان. النية مع غسل أول جزء من الوجه اللي هو تاني فرض على طول، يبقى الفرض الأول النية مع غسل الوجه بيبقى فيها مقارنة مع أول جزء، ما فيهاش ترتيب هنا، مع بعض. بعد غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين، اللي بلغة المصريين يقولوا عليه الكوع، وهو خطأ، ده المرفق. الكوع هنا فوق لسه، الكوع بين الكف وبين الذراع، ده الكوع، لكن ده المرفق. غسل اليدين إلى المرفقين. رابع فرض مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس. الفرض الخامس اللي هو هنتكلم عليه الآن غسل الرجلين إلى الكعبين. والفرض السادس هو الترتيب على ما ذكرنا فيما بعد الركن الأول، لأن الركن الأول مقارن للإيه؟ لأول الركن الثاني أو الفرض الثاني، لأن والباقي الترتيب بقى. متى تكون الموالاة ركنا في الوضوء أو فرض من فرائض الوضوء عند الشافعية؟ الموالاة يبقى الأعضاء ورا بعضها في وضوء دائم الحدث. إذا كان واحد عنده انفلات ريح أو دائم حدث، يعني بيخرج منه البول دون أن يشعر، أو امرأة مستحاضة ينزل منها الدم طول الشهر، ففي هذه الحالة الوضوء يبقى فروضه سبعة أشياء. يبقى دائم الحدث فروض الوضوء في حقه سبعة أشياء، وغير دائم الحدث اللي هو الإنسان المعافى فروض الوضوء في حقه ستة أشياء. يبقى الفرض السابع لدائم الحدث هي الموالاة، إن الأعضاء ورا بعضها، ما يستناش لما عضو يجف بنفسه لطول الانتظار في الجو المعتدل، يبقى ده فقد شرط الموالاة. لكن ممكن هو بيتوضى مثلا الباب خبط راح فتح الباب ويرجع يكمل، ما راحش فرض الموالاة. لكن جاله مكالمة تليفون اتكلم فيها، قعد فيها مدة طويلة لدرجة ان اعضاءه جفت اللي كان بنفسها بدون منشفة بسبب طول المدة في الجو المعتدل، يبقى ده معناه فرض، يعني ركن الموالاة انتفى عنده، فيجب عليه ان يستأنف ان كان دائم حدث. وان كان غير دائم حدث يبقى له ان انه يعني مش يعني يعمل ايه، يبني على ما فات، يبني على ما فات، يشوف هو كان واقف على دراعه اليمين يرجع يخلص دراعه الشمال، بس يجدد النية فقط، لكن ما يعيدش الاعضاء الاخرى، لان الموالاة ليست ركنا عند الانسان الذي ليس عنده دائم حدث. ولكن عنده دائم حدث يبقى عليه انه يعيد الوضوء من اول وجديد. واضح؟ قوله: والخامس غسل الرجلين مع الكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين، ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق في اليدين. هذا كلام المتن والشارح. نقرأ بعد ذلك الحاشية. يقول: والخامس أي من فروض الوضوء غسل، المراد به الانغسال، مش الغسل اللي هو
بالتعمد يعني بان يستعمل آلة، لا الانغسال زي ما قلت لك، لو واحد الدنيا بتمطر راح رفع رجله كده نزلت المية عليها خلاص حد غسلها له تمشي، بس تكون مصحوبة بالنية وجاية بعد غسل ايه، بعد مسح بعد الرأس عشان تيجي في الترتيب. فالمراد الانغسال ذاته مش الغسل اللي هو بالفعل، الانغسال بأي كيفية، هو غسلها غيره غسلها له، غسلت لوحدها بس بعد مسح بعد الرأس، كل ده يتأتى به الفرض. المراد به الانغسال كما مر غير مرة، وينبغي أن يتنبه لما يقع كثيرا. خد بالك ان ايام الشيخ البيجوري ده كان من الباجور فلاح، من الباجور منوفية، فالفلاحين حافيين يعملوا ايه الفلاح؟ الفلاح يروح يتوضى في الغيط بتاعه ويمشي لحد المصلية ما يغسلش رجله لانه ماشي حافي، هو يغسل رجله حطين يلم طين بقى، فيفضل مأجل غسيل رجله لحد ما يروح عند الزاوية اللي بيصلي فيها على طرف الغيط بعيد، يلاقي كوز محطوط وزير مليان، ياخد الكوز ده يروح شاطف رجليه ومخطي داخل ايه على الزاويه اللي بيصلي فيها، روح مصلي، يبقى هنا مفيش موالاه. فهمت ازاي؟ وقد تعزب عنه النيه لطول المسافه، تعزب عنه النيه يعني تبعد عنه النيه. وقد يكون وهو بيغسل بالكوز كده بقى يقصد النظافه مش يقصد رفع الحدث، ففي الحاله دي لازم يستحضر النيه انها لرفع الحدث. ليه؟ لطول المسافه، قعد مدة يجي 5 دقايق ماشي ولا 10 دقايق على ما وصل، خدت بالك؟ علشان يغسل رجليه، عشان كده هو بينبه عليها الشيخ البيجوري، لأن ده كان أيامهم واقع بيحصل. فبيقول إيه؟ وينبغي أن يتنبه لما يقع كثيرا أن الشخص يغسل رجليه في محل من الميضاء مثلا بعد الوضوء في محل آخر. في محل من الميضاء مثلا بعد الوضوء، الميضاء اللي هو المكان اللي يروح فيه الحمام ويدخل الخلاء ويتبول او كده، يطلع يروح متوضى، هيمشي مسافه لحد المكان اللي هيصلي فيه بقى، يقوم ياجل غسل رجله لحته ثانيه في موضع اخر. خدت بالك؟ ادي كلام الشيخ بيقول. في محل من الميضاء مثلا بعد الوضوء في محل اخر، يعني يغسل رجليه في يتوضى في محل وبعدين يغسل رجليه في محل اخر بنية ازالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء فانه لا يصح. لو عمل كده يبقى لا يصح، خدت بالك؟ لازم بقى كما تقدم في نية التبرد او التنظف، زي ما قلنا احنا لو واحد جو حر وكان ماشي عامل مشوار طويل وعرق وتوسخ وجفتح الحنفية بيشطف نفسه بنية التبرد او التنظف وعزبت عنه نية رفع الحدث، ما ينفعش الوضوء ده. فهمت ازاي؟ لانه دخل فيها نية تبرد وتنظف. لكن ممكن ينوي الوضوء ومعه التبرد او التنظف ما يجراش حاجة، ما يضرش. بس ينوي الوضوء يبقى الاصل هي نية الوضوء. مع الغفلة عن نية الوضوء فانه لا يصح كما تقدم في نية التبرد او التنظف، ويجب عليه في هذه الحالة يعني اعادة غسلهما بنية الوضوء بخلاف ما إذا لم يغفل عن نية الوضوء فإنه لا يضر لو أدخل مع نية التنظف طالما ما غفلش عن نية الوضوء، يعني استحضرها مرة أخرى فضل مستحضرها لأن المسافة بسيطة يا دوب بيمشي خطوتين بس ويشتف رجله فلسه مستحضرها يبقى ما يضرش. طب افرض أطلق لا نوى كده ولا كده، أطلق انسحبت عليها نية الوضوء طالما لم يطل الفصل، واضح؟ ولو أطلق فكذلك، أي فكذلك لا يضر، فكذلك لا يضر غسل الرجلين وفي تعددهما ما مر من في اليدين. يعني افرض واحد ليه 3 رجلين بدل رجل ورجلين 2 بس، ليه رجل تانية زائدة طالع كده أو أصابع زائدة لزقة أو شيء وارم من رجله فبقت بارزة بقت حجمها أكبر من التاني، كل ده يبقى يجب غسل ما تعدد إن كان على سمت القدم الأولى اللي هي الفرد، وإن كانت عاملة. طب افرض ليست عاملة وليست في محل الفرد وإنها نبتت في السقف والكعب، يبقى ما يدورش ما يغسلهاش لأنها مش في محل الفرد.
لكن نبتت تحت الكعب يبقى نبتت في محل الفرد، يبقى في الحالة دي يغسلها. خدت بالك؟ نفس الكلام ده قلناه في اليدين، وقلنا الكلام ده في الوجهين، لان احنا الوقت لقينا في زماننا ده الوقت التوائم الملتصقة، فبيجي لك واحد توأم ملتصق، فممكن يبقى الجزع منفصل او الجزع واحد والنص التحتاني منفصل، كل ده وارد، او يفضلوا منفصلين ولازقين من الظهر او لازقين من الجنب، ويبقى عبارة عن جزع وجزع ودراع ودراع ومفيش حاجة في النص، وده رقبة وراس ورقبة وراس، تمشي. كل دي وردت يعني فيها الصور دي كلها وردت. فيتوضوا ازاي الناس دي؟ يتوضوا بقى بالطريقة دي. وفي تعددهما ما مر في اليدين كما تقدمت الإشارة إليه، ولو تشققت رجله فجعل في محل تشققها نحو شمع. يعني قالوا له ادهن في الشق ده فازلين كده علشان يتملى الشق بالفازلين ده، يقوم ايه يترك جلد شوية، فراح الفازلين ده ملى بقى زي العجينة جوه الشق ملاها. وجب إزالة عينه، لازم يروح عامل حز كده، يروح شايل الكمية اللي هي ليها عين ليها جرم جوه الشق، وما يضرش بقاء المزلقة فيها، المزلقة دي اللي هي بتاعت الدهنية نفسها بدون ما يبقى فيه جرم ما يضرش، لكن المهم يشيل العين نفسها، لان ده هيبقى عامل زي المونيكير او الاكلادور اللي بتحطوه الستات، تبقى عامل حائل على الاظافر، فلازم تشيل الحائل. لكن لو هي متحنية، طب ما هو الاظافر متلونة برضه لكنها مش عاملة حائل، ده صبغة بس، خدت بالك؟ الصبغة دي ما تضرش، حطت ميكروكروم أم بقت صوابعها ملونة ما يضرش، لأنها مش جرم، مش طبقة، ليست طبقة. ولو تشققت رجله فجعل في محل تشققها نحو شمع وجب إزالة عينه، وجب إزالة عينه، ولا يضر بقاء دهنية لا تمنع جري الماء على العضو. كلام واضح. تعرف اما تبقى حاطط انت زيت او دهن او حاجه من دي، تلاقي الميه تجري عليها لكنها مش عامله طبقه، ما يضرش دي بقى، دي ما تضرش. ولو تقطع ولم يثبت، حتى لو الميه جريت واتقطعت على الحته دي ولم تثبت برضو ما تضرش. ولو تقطع يعني الماء في جريه الماء يعني تقطعت، ولو تقطع ولم يثبت كما لو كان عليه دهن مائع يعني زيت او سمنة سايحة. ادي الدهن المائع، دهن مائع، سمنة سايحة او زيت. لو اتعصت ايدك زيت او سمنة سايحة وجيت حاولت تتوضى تلاقي ايدك ايه مش عايزة ترغي، مش كده برضو؟ ما يضرش، اتوضى برضو لان ما تمنعش جريان الماء عليه، فانه لا يضر. مع الكعبين، أي وإن لم يكون في محلهما المعتاد كما تقدم. افرض الكعبين بتوعه الساق بتاعه قصير قوي، عارف انت الجماعة اللي بيجوا في السيرك دول الأقزام، تلاقي الساق بتاعه كده المسافة من ركبته لحد رجله قصيرة جدا، جزعه طبيعي، الجزع بتاعه تلاقيه طبيعي، لكن تبص تلاقي الفخذ ومن الركبة لحد الكعب حاجة بسيطة كده، ما يضرش. يبقى ما يضر برضه، هيغسل للكعبين برضه. طالما في كعبين هيغسل ليه. ارتفع الكعبين، نزلوا الكعبين، هو للكعبين. خدت بالك؟ يبقى الارتباط مرتبط بموضع الكعبين. افرض اتولد من غير كعبين، والكعبين هو العظمان البارزان في آخر القدم، يعني كأن كل رجل ليها كعبين، اللي احنا نسميهم يا مصريين بز الرجل. في بز داخلي وبز خارجي. المصريين يسموهم بز الرجل، ويسموا العقب الكعب. خطأ، العقب ده مش هو الكعب، مش هو الكعب ده اسمه العقب، اللي انت بتسميه كعب اسمه عقب مش كعب، والكعب هو بز الرجل بلغة المصريين بالبلدي كده، هي العظمان الناتئان في مفصل الكاحل بين الساق والقدم، ولكل قدم كعبان. واضح؟ أي أيوة. وإن لم يكونا في محلهما المعتاد، اللي هما الكعبين،
كما تقدم. والكعبان عايز يعرفهم لك، هما العظمان الناتئان أي البارزان عند مفصل الساق والقدم، وكل رجل فيها كعبان. فإن لم يكن لرجله كعبان، افرض اتولد كده وما عندوش كعبين في رجليه، هي نازلة حتة واحدة كده ورجله اشتغل، فيش تدور على حاجة بروز عظمي كده ما فيش، يبقى في الحالة دي هيغسل لمحلهما، يفترض هيبقى محلهما فين؟ هيبقى محلهما لحد هنا، يروح غسل لحد المحل المعتاد بتاعهم، لو فرض ان لو موجودين هيكونوا في المكان ده. فإن لم يكن لرجله كعبان اعتبر قدرهما، اعتبر قدرهما من معتدل الخلقة من غالب أمثاله بالنسبة نظير ما تقدم في اليدين. زي ما قلنا في اليدين انه بياخد المسافة ويشوف المسافة في معتدل الخلقة، لما يعمل ايديه كده يفردهم يشوف طول الاطراف الاصابع هنا لحد اطراف الاصابع هنا، الطول ده المفروض يساوي طوله من راسه لحد رجله، فلو طلعوا الاثنين الطول ده يساوي الطول ده يبقى ده معتدل الخلقة، يسموه معتدل الخلقة. يقوم يشوف معتدل الخلقة ده بقى الكعبين بيبقوا مسافتهم كام شبر بينهم وبين الركبة في الطول بتاعه ده، نجيب واحد مثيله ليه طوله بس بالظبط، ونروح عايشين ويكون معتدل الخلقة زيه، ونقيس من الركبة لحد ايه تحت كام شبر كام سنتي لحد الكعب بتاعه ما ظهر 30 سنتي، يبقى ده هيروح ايه قايس بالمسطرة 30 سنتي تحت الركبة ويعمل خط، يبقى هو ده الكعبين بتاعه، يبقى وضوءه لازم يوصل للخط ده. خدت بالك؟ ادي معنى من معتدل الخلقة. إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، كل ده هيتم لو ما كانش إيه لابس الخفين، يغسل القدمين إلى الكعبين تقييد لكون غسل الرجلين متعينا أخذا مما بعده. فإن كان لابسهما وجب عليه، لو كان لابسهم على طهر يعني، وجب عليه أحد أمرين، إما يمسح عليهم أو يغسلهم وهم جوه الخف لو كانت رقبة الخف واسعة. لو كانت رقبة الخف واسعة ممكن يروح إيه كابب المية جوه رقبة الخف توصل لرجله، وبعدين يروح عامل كده يروح كابب المية وهو ماشي يمشي مكسل يقلعه زي البيادة بتاعت الجيش، ساعات تبقى لابسها مش عارف يقلعها، واخد بالك؟ وهو بيصلي بيها يروح غسل رجله جوه البيادة، وعامل البناء ساعات يبقى إيه عنده جزمة برقبة كده طويلة يسموها ايه كوزلوك، الجماعة الجزارين يقولوا عليها كوزلوك، وتكون واسعة رقبتها كده، ممكن يروح كابب المية جواها ويروح مشقلب رجله كده المية تروح واقعة وغسلت رجليه جواها، ويروح مصلي بايه يقلع بقى الكوزلوك خالص ويصلي لانه غسل رجليه، مش شرط بقى يغسل، هو عايز يقلعه مرة واحدة وهو داخل الجامع مش فاضي بقى يقلعه في الميضة ويغسل، وبعدين يدخل رجله تاني في الكوزلوك يحشرها لانه بتبقى صعبه ساعات وتاخد منه وقت، فيروح غسل بالطريقه دي وهي جواه وبعدين يقلعها مره واحده ويدخل الجامع بقى يصلي. كذلك في بيادة الجيش كل ده، او خف يكون واسع ويكون فيه خروم رفيعه خالص مكان الخياط، يقوم اما يكب ينزل زي المصر، يغسل الرجل والميه تنزل زي المصر، كل ده وارد تمشي، بس المهم تغسل رجلك وتصلي بقى وتريح، فهمت؟ هو ده المهم انك تغسل رجلك. فإن كان لابسهما أي فإن كان المتوضئ لابس الخفين، وقوله وجب إشارة بذلك لأن الواجب عليه حينئذ أحد أمرين، ولكن الغسل في حقه أفضل كما قال الإمام الرملي، قال إن الغسل أفضل من المسح على الخف عند تحقق شروطه، هنيجي ناخد الشروط. لا، غسل الرجل أفضل سواء بقى وهي جوه الخف أو يقلع الخف، المهم الغسل أفضل، واخد بالك؟ من المسح على الخفين عند تحقق شرطهم، او شرط ايه؟ شرط المسح عليهم اللي احنا هناخدها بعد كده في باب المسح على الخفين. ويجب غسل ما عليهما، يعني ما على رجليه من شعر مثلا، شعره كتير فيها يغسل شعر، طالع فيها ورم، طالع فيها حسنه، طالع فيها وحمه يغسله، طالع فيها سلعه يعني ورم قد الحمصه لحد قد البطيخه يغسلها، طب افرض بقى شمامه يغسلها،
ما يجراش حاجه، هو بيدي لك مثال بس، مش يعني تقيسها بقى اكبر من البطيخه يبقى ما يغسلهاش، يغسل قد البطيخه بس، لا، واخد بالك؟ يعني ده بيدي لك مثال بس. ويجب غسل ما عليهما من شعر، من شعر وسلعه واصبع زائده كما سبق في اليدين. الكلام على ذلك كالكلام عليه في اليدين حرفا بحرف، فلا عود ولا اعاده. الكلام ده قلناه في الـ في الـ في اليدين. ولو شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء، وهو بيتوضى بقى شك في غسل عضو، والشك عندنا يعني ايه؟ مش الظن الغالب، مش الظن الغالب، الشك يعني ايه 50% كده. هو بيغسل رجله وبعدين شك، الله وانا مسحت على دماغي، يروح ماسح على دماغه ويرجع يغسل رجله من اول وجديد. ما هو الترتيب. وهو بيغسل رجله قال له ايه ده، وانا غسلت دراعي الشمال، ويقعد يبص كده فيه تلاقيه مش مبلول، يروح غسل دراعه الشمال ويروح ماسح على راسه وبعدين يغسل رجليه عشان يراعي الترتيب. ده لو شك. طب افرض شك بعد ما خلص الوضوء، ما يضرش، يصلي بقى، لانها هتبقى وسوسه، هتبقى وسوسه طالما خلص الوضوء وقفل حنفيه وادى ظهره ليها ومشي، الا يكون شك في النيه عليه الاعاده، الا لو شك في النيه عليه الاعاده كلها. لكن لو شك في غسل احد اعضائه بعد الوضوء لا يضر، اثناء الوضوء يرجع يغسل العضو اللي شك فيه ويرتب الاعضاء اللي بعديه. واضح؟ سهل الحته دي؟ طيب. ولو شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء طهره وما بعده مراعاة للترتيب، وما بعده مراعاة للترتيب. أو بعد الفراغ منه، شك بعد الفراغ من الوضوء لم يؤثر. يبقى الشك بعد الفراغ من الوضوء لا يؤثر. بخلاف ما لو شك في النية إلا النية فإنه يؤثر. ولو بعد الفراغ، إلا إن تذكر ولو بعد مدة إنه نوى بقى. افرض هو شك كده لحظة كده، يا ترى أنا نويت ولا ما نويتش؟ كان فلان بيرغي معايا وسلم عليا وقعدت، يا ترى أنا نويت وأنا بغسل وجهي ولا؟ شك كده، وكان مخلص وضوءه وماشي قاعد بيفكر في نفسه. وبعدين افتكر قال لا انا نويت، بأمرت ان انا دعيت بعدها على طول، قلت اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود، لا افتكر ليه انا نويت، ما يضرش بقى ساعتها، خلاص افتكر، افتكر. فهمت ازاي؟ لكن افرض ما افتكرش، يرجع يتوضى بقى ويريحني، ده يكون ما ايه، ما نواش. خدت بالك؟ او حد كان بيتوضى جنبه قال له لا انت نويت، انا سامع، أنا سامعك أنت نويت، ويكون ثقة، مش عيل صغير، يكون ثقة. يقول له لا أنت نويت، أنت جاي تتوضى ليه تاني؟ يقول له أصل أنا شاكك أنا نويت، ولا لا يا أخي أنت نويت، أنا سامعك، لا والله أنت نويت. خلاص يمشي، يأخذ بخبر الواحد، له أن يأخذ بخبر الواحد إذا كان ثقة. وإذا كان موسوس ما يرجعش، يتوضى على مذهب الأحناف، يقول النية سنة، وضوء صحيح على مذهب الأحناف، يوم يخزي الشيطان، لان الشيطان هيركبه بقى، اصل الوسواس ده مرض. لو كان كل وضوء كده، كل وضوء يجي له يقول له انت ما نويتش، انت ما نويتش، يفضل رايح جاي رايح جاي، الله، والناس بتصلي قربت تخلص صلاه وهو رايح جاي كل شويه، انت ما نويتش، الله، قول بقى للشيطان اخزى يا لعين، انا هتوضى النهارده على مذهب ابي حنيفه النعمان، النيه سنه. تبص تلاقي لما تعمل كده معاه مره واثنين وثلاثه يحرم يجي لك تاني بقى، مش هيعرف ياكل عيش معاك. فهم؟ الا ان تذكر انه نوى يعني، ولو بعد مده فقول المحشي حالا ليس بقيد، يعني مش شرط يتذكر حالا، ولو بعد مده، ولو بعد نص ساعه، ولو بعد ساعه. فهمت ازاي؟ المهم يتذكر تيقن إن ده الكلام ده للإنسان المعتدل المزاج غير الموسوس. الموسوس ده في حاجة اسمها وسواس قهري، ده مرض نفسي، بيجي لبعض الناس كده يركبوا الوسواس، يبقى مش عارف يعيش مسكين، تبقى المية بتجري على إيده وحاسس إن لسه أعضائه ما تبلتش، فاتح الحنفية على آخرها والمية نزلت على الجيران
هو يقول لك انا لسه ما اتبلتش. الله، ده الجيران اتبل، هتتبل انت امتى؟ بيبقى في مرض كده بيسيطر على الانسان، فلازم يقاوم هذا المرض. والسادس الترتيب، نقرأ في الهامش، والسادس الترتيب في الوضوء على ما، أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض. فلو نسي الترتيب لم يكف، ولو غسل أربعة أعضائه دفعة واحدة، افرض غسلهم دفعة واحدة، الأعضاء بتاعته اتغسلت الأربعة اللي هما الوجه واليدين والرأس، واخد بالك ازاي، والقدمين، غسلهم دفعة واحدة بإذنه، ارتفع الحدث عن الوجه بس، لأن ما بقاش في ترتيب، ده دفعة واحدة، فهمت ازاي؟ يبقى ارتفع عن الوجه بس، يبقى عايز دفعة زيهم يروح مرتفع عن اليدين، الدفعة اللي بعدها يرتفع عن الرأس، الدفعة اللي بعدها يرتفع عن الرجلين، فهمت ازاي؟ يبقى عايز أربع دفعات عشان يتم الترتيب، صح؟ ده الكلام ده في سورة ايه اللي حي... طب افرض غطس كده وراح ناوي، يقول لك يتم الوضوء صحيحا بالترتيب بلحظة لطيفة، في لحظة لطيفة، كأن ارتفع الحدث عن الوجه واليدين والرأس والرجلين في لحظة لطيفة، تك 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 تك، تنو طال، يبقى ايه بيسموها لحظة لطيفة، ده لو غطس، انما من غير غطس دفعة واحدة يتلموا عليه أربعة، أربعة انفار، اجري وضي الجدع ده، جري، واحد على وشه واحد على خلص، يرتفع عن الرأس عن الوجه، فهمت ازاي؟ كلها صور نادرة الحدوث، بس هو عايز يبين لك أهمية الترتيب، ادي كل الحكاية، يعني هو الشيخ عايز يبين لك أهمية الترتيب، لكن من حيث الحدوث نادرة، ما تحصلش يعني. الترتيب سنة عند الملكية، لما يجي لك وسوسة في الترتيب قول أنا ملك، لما يجي لك وسوسة في الترتيب قول أنا ملك، يجي لك وسوسة في النية قول أنا حنفي، فهمت ازاي؟ عشان تعالج نفسك. ما هو المريض بيتناول الدواء، ده مريض نناوله الدواء، إذا كان الإنسان بيأكل الميتة إذا اضطر، مش هيمشي على مذهب الأحناف، هو الأحناف ميتة، طيب يبقى يمشي على مذهب الأحناف لا شوية كده، يومين ثلاثة شهر من عمره، لحد ما الوسواس ده اللي راكبه ده يروح ويمسح مخه، لأن الشافعية هيجننوه، الشافعية هيجننوه، فهمت؟ هو أصلا مريض عنده وسواس، الشافعية يقول له لو شك في النية عيد تاني، الله، ده الراجل هيبوش، وهو أصلا شكاك طبيعته كده، يبقى نقول له لا أنت بقى ما تمشيش مع مذهب الشافعية اللي يمدي، خدت بالك ازاي؟ امشي على مذهب الفلان، ودي من ساعة رحمة الله على الناس. فلو نسي الترتيب لم يكفي، ولو غسل أربعة أعضاءه، ولو غسل أربعة أعضائه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. بيقول إيه هنا بقى في الشرح؟ الترتيب السادس، أي من فروض الوضوء الترتيب، أي وضع كل شيء في مرتبته. إيه دليل الترتيب عندنا يا شافعية ردا على الملكية؟ ما هو الملكية قالوا الترتيب سن، أصل الملكية قالوا إن الواو والعطف لا تقتضي الترتيب لغة، وربك في القرآن بيقول فامسحوا فاغسلوا وجوهكم، و شوف الواو أهي، أيديكم إلى المرافق، وامسحوا، أدي واو تانية، برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى العطف كله بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب لغة، فهمت ازاي؟ فالملكية قالوا يبقى الترتيب سنة مش ركن مش فرض، خدت بالك؟ شوف بقى الشافعية ردوا عليهم قالوا لهم ايه؟ اسمع بقى الشافعية كده عشان تنبسط، احنا شافعية بقى نحب ايه؟ نرد على ايه؟ على اللي بيقول غير كده، لكن بنحب ناخد مذهب الملكية للي بيتوسوس في الترتيب، خدت بالك؟ علشان ينعالجوا. ويؤخذ وجوب الترتيب أولا، أول حاجة وجوب الترتيب خدناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يرد أنه توضأ إلا مرتبا، واضح؟ يبقى أول حاجة فعل النبي، يبقى فعل النبي خلى الواو للترتيب، خلت لنا فهمت لنا أن الواو هنا للترتيب،
من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يتوضأ إلا مرتبا مع قوله في حجة الوداع. والدليل الثاني إن النبي كان يراعي ترتيب القرآن حتى ولو بواو العطف في حجة الوداع، قال في الصفا والمروة إيه؟ قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ به الله. شفت كلام النبي؟ قال أبدأ، يبقى راعى الترتيب اهو النبي، بالرغم ان قال الصفا والمروه بالواو، يعني على كلامكم يا ملكيه يعني يبتدي بالمروه يبتدي من الصفا ما يجراش حاجه، صح؟ لا، النبي قال انا ابدا بما بدا به الله، يبقى النبي يراعي ترتيب الذكر في القران ولو كان عطفا بالواو. فيبقى احنا خدناه من فعل النبي، والحاجه الثانيه انه لم يتوضا الا مرتبه، وانه في حجه الوداع راعى ترتيب الذكر في القرآن حيث قال أبدأ بما بدأ به الله، وكانت معطوفة بالواو. واضح؟ ده الرأي الثاني. لسه بقى برد، لسه ما سكتوش. لما قالوا له أنبدأ بالصفا أم بالمروة؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما النبي قال لهم ابدأوا بما بدأ الله به، العبرة بعموم هذا اللفظ لا بخصوص السبب، انه في الصفا والمروة بس، اعممها بقى في كله حتى في الوضوء، ابدأ بما بدأ الله به، ادي معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالنبي قال ابدأوا بما بدأ الله به، خصوص السبب كان في الصفا والمروة، العبرة مش بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. يبقى امشي كده في كل حاجة، ابدأ بما بدأ الله به، الاقي الوضوء ابتدي بيه بما بدأ. واخدت بالك ازاي؟ ادي كلام. ومش كده وبس، والدليل الرابع على وجوب الترتيب، ومن كونه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه، خلاص، بقرينة الأمر في الخبر. وأول حاجة، الحاجة الرابعة، الدليل الرابع، إن ربك سبحانه وتعالى عطف ممسوح على مغسول، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبعدين نقل لهم عضو ممسوح وامسحوا برؤوسكم، وبعدين راجع لعضو مغسول تاني، وأرجلكم إلى الكعبين. والعرب ما تفصلش بين المتجانس إلا لغرض الترتيب، وإلا لو ما كانش فيه ترتيب كان جاب المغسولات مرة واحدة والممسوح في الآخر، عشان المتجانس كله مغسول، مش كده برضو؟ يبقى دي دليل رابع على وجوب الترتيب. الشافعية أقوياء يا عم، خد بالك، والملكية أقوياء برضو، والأحناف أقوياء، بس ما فيش مانع انك انت تحب يعني ايه مأخذ إمامك، يعني تميل ليه، ما يضرش، بلا تعصب، وتحترم كل الأئمة. ولا ترتكب، والعرب لا ترتكب تفريق المتجانس إلا لفائدة، وهي وجوب الترتيب لا ندبه، بقرينة الأمر في الخبر، وامسحوا برؤوسكم، وبعدين يقول لك وأرجلكم، يعني خدت بالك، يعني جاء في المسح أمر بالمسح في وسط مغسول، وراح ساب المسح ورجع لمغسول تاني. الله، يبقى أكيد يريد الترتيب، فاهم؟ أدي إيه الدليل. ولأن الآية، الدليل الخامس على وجوب الترتيب، ولأن الآية وردت لبيان الوضوء الواجب ومحل وجوب الترتيب، ولأن الآية وردت لإيه؟ لبيان الوضوء الواجب، وجت بالترتيب ده، يبقى هو الواجب هو الترتيب الذكري ده، لأن جاءت لبيان الواجب، ما قالتش السنن. هل قالت لك اليمين قبل الشمال؟ هل قالت لك تلت؟ هل قالت لك اتمضمض واستنشق؟ هل قالت لك بسمل؟ هل قالت لك استعمل سواك؟ ما قالت لكش حاجة خالص، قالت يبقى الآية جاءت لبيان الواجب بس، يبقى الواجب هو الترتيب الذكري ده، خدت بالك؟ كل دي أدلة على وجوب الترتيب. محل وجوب الترتيب إمتى بقى؟ إن لم يكن هناك حدث أكبر، إن لم يكن عنده جنابة، لأن أنت عارف إن الجنب لما بيغتسل الغسل بيرفع الحدث الأصغر والأكبر، والترتيب بيسقط،
الترتيب بيسقط، يبقى محل وجوب الترتيب ان لم يكن محدثا حدثا اكبر، اي يجب عليه الغسل، حيث انه لا ترتيب في الغسل والغسل يرفع الحدثين. واضح؟ فهمت بقى المساله؟ طيب. طبعا. بس ما يرتكبش نقض للوضوء في اثناء غسله او في اخر غسله. يعني خلص الغسل وطلع ريح، نقول له اتوضى بقى تاني. فهمت ازاي؟ او لمس ذكر وهو بيتنشف بغير حائل، يبقى نقول له اتوضى تاني. لكن اغتسل وما عملش اي ناقض من نواقض الوضوء، يبقى ممكن يطلع يصلي على طول. خدت بالك؟ لا ده سنه. الوضوء اللي هو قبل الغسل او في اخر الغسل ده سنه. ومحل وجوب الترتيب اي في الوضوء ان لم يكن هناك حدث اكبر، والا سقط الترتيب لاندراج الاصغر في الاكبر. لاندراج الاصغر في الاكبر. فهمت ازاي؟ ارتفاعا بغسل واحد. حتى لو اغتسل الجنب، حتى لو اغتسل الجنب ما عدا اعضاء وضوءه، حتى لو اغتسل الجنب ما عدا اعضاء وضوءه وبعدين جاب اعضاء وضوء غير مرتبه، يبقى ده تكمله للغسل، برضه يصلي وضوء صحيح، لان جاء الوضوء مندرجا في الغسل. فهمت؟ حتى لو اغتسل الجنب الا اعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيب فيها. ولو اغتسل الجنب الا رجليه مثلا، مثلا الجنب غسل نفسه كله ما عدا رجليه لسه، ثم احدث حدثا اصغر، طلع ريح مثلا او تبول، ثم توضا، فله تقديم غسل الرجلين وتاخيره وتوسيطه. في الحاله دي سقط عنه الترتيب، يروح هو متوضي، يروح ممكن يروح غسل رجله وبعدين يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وبعدين ينفع على راسه ويغسل ايديه، لخبط الترتيب، ما يجراش حاجه لانه مندرج. هو ممكن يروح حاطط رجليه في الوسط، ممكن يخليها في الاخر، ممكن يخليها في الاول، كله ماشي. خدت بالك في الصوره دي؟ كله ماشي. فله تقديم غسل الرجلين وتاخيره وتوسيطه، فلو غسلهما عن الجنابه ثم توضا لم يجب غسلهما عن الوضوء. يعني بيقول لك افرض ان هو كان غسلهم عن الجنابه، واخد بالك ازاي؟ غسلهم عن الجنابه وتوضا، يبقى ما يغسلهمش عن الوضوء خلاص، لانهم مندرجين. يعني هو بيتوضا في اخر الغسل، بيتوضا في اخر الغسل، فغسل نفسه ما عدا رجليه، راح غسل رجليه وبعدين بيتوضا بقى، ما يعيدش غسل رجليه تاني. خدت بالك؟ لان هم غسلوا مع الغسل. وبه يلغز فيقال، ساعات بقى المشايخ يحبوا يمتحنوا بعضهم، يعملها يعني زي فزوره. وبه يلغز فيقال لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضروره. امتى؟ يقول له عندنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضروره. امتى؟ او يحلها هنا، لما يكون مغتسل من جنابه وحدث اصغر، واخد بالك، وغسل رجله مع الغسل وتوضا بعد غسله، فلا يجب عليه غسل الرجل وهي عضو مكشوف، واخد بالك ازاي، مع الوضوء لزوال الترتيب. ادي الاجابه بتاعتها. ما هينوي رفع الحدث، نويت الغسل لرفع الحدث مطلقا كده، يروح رافع. ولو الحدث الاكبر ارتفع مع الاصغر، لان الحاجه اللي تزيل الاكبر تزيل الاصغر من باب اولى. خدت بالك؟ هيجي في الغسل. ما احنا قلنا في النيه زمان، ده احنا قعدنا في النيه اسبوعين، قلنا لا يا ترى. الجنابه، قال الحدث الاكبر يمشي كله، واخد بالك، قال الحدث مطلقا يمشي كله. ولو انغمس المحدث حدثا اصغر ناويا الوضوء اجزاء، يعني هو واقف في البانيو كده او في حوض السباحه وراح قال نويت الوضوء، وراح ارفص 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 لحد ما نزل غطى دماغه خالص وراح طالع تاني، يبقى اتوضى. ولو انغمس المحدث حدثا اصغر ناويا الوضوء اجزاءه، وان لم يمكث لحصول الترتيب في لحظات لطيفه، لحصول الترتيب في لحظات لطيفه.
لكن لابد ان تكون النية يعني فيمتو سكند كده، عارف على مذهب احمد زويل تحصل في الفيمتو سكند. فيمتو سكند دي يعني واحد على مش عارف مليون مليون من الثانية، حاجة كده يعني لا تلاحظ. لكن لابد ان تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوجهه، عشان ده محل النية مش كده برضو؟ لأنه يجب أن تكون النية عند غسل الوجه كما تقدم في الوضوء أتى به توضيحا، وإلا فالكلام في الوضوء على ما أي على أي حال كونه على ما أي على الوجه الذي أشار به إلى أن ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة لموصوف محذوف وهو الوجه. وقول ذكرناه أي على الوجه الذي ذكرناه أي معاشر الفقهاء المصنف وغيره، ويبعد أن الضمير للمعظم نفسه على ما ذكرناه، يعني مش الضمير أنه بيعظم نفسه على ما ذكرناه نحن معاشر الفقهاء يعني. وقوله في عبد الفروض أن من البداءة بالنية مقرون بغسل جزء من الوجه ثم تمام غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح بعض الرأس ثم غسل الرجلين، وعلم من ذلك أنه لا ترتيب بين النية وغسل جزء من الوجه لوجوب اقترانها به. واضحة؟ قلناها دي. فلو نسي الترتيب، ده تفريع على كده على وجوب الترتيب بقى، يقول لك طب افرض نسي الترتيب، تفريع على قوله والسادس الترتيب. ومن جملة التفريع قوله ولو غسل أربعة، لأن المعطوف على التفريع تفريع أيضا. ومثل نسيان الترتيب الإكراه على تركه، افرض أكرهوه، أكرهوه أنه يتوضى غير مرتب، غلاش قابضين عليه وقالوا له اتوضى اغسل رجلك الأول بالأمر كده وإلا هقطع عنك المية ومعك كرباج، ما يتنفسش الكلام يروح مديل، يلا امسح على دماغك، يعني اتوضى منكوس. ما كانوا بيعملوا كده ايام عبد الناصر يخليه يقرا الفاتحه بالعكس، مش قريته في قصص الناس اللي اتحصل لهم ايام الدجوي والناس دي؟ فافرض برضه فرضوا على واحد قالوا له اتوضى بالعكس مكرها. ومثل نسيان الترتيب الاكراه على تركه. واما قوله صلى الله عليه وسلم، يعني الاكراه على تركه زي نسيان الترتيب يؤثر. أمال إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه؟ طب ليه ما قلناش إن الإكراه هنا يرفع الحرج ويزيل وجوب الترتيب؟ ليه؟ خد بالك حتة هامة دي أصولية في أصول الفقه. إمتى تقول إن الإكراه يرفع الحرج وإمتى تقول إن الإكراه لا يرفع الحرج؟ خد بالك. أكرهوك فقتلت إنسان، قال لك شوف خد السكينة اهي اطعن اللي قدامك ده وإلا المسدس في قفاك هقتلك، فأكرهك لقتل إنسان فقتلته تؤاخذ. فهمت ازاي تؤاخذ؟ لأن دي نفس ودي نفس، دي نفس ودي نفس، مش كده برضه؟ فأنت قدمت نفسه على نفسك. طب ليه بقى؟ ما هو واحد هيموت هيموت خلاص بقى، ما يموتش بإيد أنا بقى. فهمت ازاي؟ قال المعنى. خد بالك الحته دي مهمه. ومثل نسيان الترتيب يعني في المؤاخذه الاكراه على تركه يؤاخذ، يبقى برضه وضوءه باطل. ادي معنى واما قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه فمحله في غير خطاب الوضع. يا سلام. فاكرين اول جلسه هنا قعدناها هنا قلنا ان الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، مش كده برضو؟ فاكرين ده احنا قعدنا فيها ساعة. هو خطاب الله تعالى الحكم الشرعي ايه هو؟ هو خطاب الله تعالى سواء قرآن أو سنة بقى، ما هو ده اسمه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء يعني الطلب، فيدخل في الاقتضاء هنا الطلب يعني ايه؟
يعني النهي اللي هو التحريم، والامر اللي هو الوجوب، والاستحباب والكراهه. كلمه الاقتضاء دي دخل فيها اربع احكام، اللي هو على سبيل الطلب، ان كان جزما امرا يبقى واجب، ان كان جزما ناهيا يبقى محرم، ان كان غير جازم امرا يبقى سنه، ان كان غير جازم ناهيا يبقى مكروه. شوف كلمه الاقتضاء دخل فيها ايه. علماء يا عمي، علماء، علماء كبار. هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء، بين قوسين الطلب يعني، او التخيير يعني الاباحة، مش كده برضو؟ التخيير يبقى الاباحة، يبقى الطلب فيها الاربعة وناقص الخامس الاباحة، يقول لك او التخيير او الوضع، يبقى في خطاب متعلق بالوضع. الوضع مش متعلق بافعال المكلف. هو ربك سبحانه وتعالى لما يقول لك اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، هو انا بقول للشمس امشي؟ هو انا اللي بدخل وقت الظهر؟ ده ربك اللي بيدخل وقت الظهر، لكن وقت الظهر واجب علي ان انا اصليه، فهمت ازاي؟ لكن مش واجب علي ان انا احصل ان امشي الشمس بحيث ان يبقى ظل الشيء ازيد من ظل زواله، عشان اقول وقت الظهر ده، فهمت ازاي؟ يبقى لما يجي الوضع ده انه يجعل الامر شرطا او سببا او مانعا او فاسدا او صحيحا، خمسه برضه. يبقى عندي خمسه في الاول متعلقه بالمكلف، اللي هو الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح، دي خمسه متعلقه بالمكلف، وخمسه متعلقه بالوضع، ان يجعل الامر مانعا او يجعله فاسدا او صحيحا او يجعله شرطا او سببا. واضح؟ يجي مثلا يقول لنا سبحانه وتعالى ان الانسان اسباب الارث النسب، مش كده برضه؟ لو ابويا مات حورث وانا ابنه، لكن يقول القاتل لا يرث، فلو قتل انسانا اباه لا يرثه، فصار القتل مانعا من الارث، مع ان هو حقه، بس القتل صار مانعا. يبقى ربنا جعل القتل مانع للارث، لوجوب الارث، فهمت ازاي؟ يبقى ربنا ممكن يجعل اشياء مانعه، مش كده برضه؟ جعل الحيض للمراه مانعا من صحه الصوم وصحه الصلاه، مش كده برضه؟ دي امثله وموانع. هل المراه في ايدها تحيض ولا ما تحيضش؟ ده حاجه كده ربنا كتبه على النساء، تعرفش تمتنع عنه، صح ولا لا؟ يبقى ربنا جعله مانع. فهنا بقى خد بالك، الوضوء ده امر فيه، الوضوء مش شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فاختلط فيه الوضع مع التكليف، فاختلط فيه الوضع مع التكليف، لكن لانه مع الصلاة شرط، من جهة الشرع شرط لصحة الصلاة، ومن جهة القيام به فهو ايه؟ واجب على المكلف. وعلشان كده الإكراه يؤثر، واخد بالك ازاي؟ هيقول لك ازاي بقى؟ مع النية طبعا، ده لازم، ما النية دي أساس. هو الكلام ده تفريعات على الترتيب بس. أعضاءه أي الأربعة حتى الرأس، فالمراد بالغسل ما يشمل المسح، على أن الغسل في الرأس كاف كما تقدم، دفعة واحدة أي معا بإذنه، ليس بقيد على المعتمد، بل المدار على نيته. ارتفع حدث وجهه أي إن نوى عند غسل الوجه كما علم مما مر، وقوله فقط أي دون بقية الأعضاء. كده خلصنا فرائض الوضوء، دخلنا على سننه، سنن الوضوء. الفاتحة وصلوا على النبي كده، ربنا يفتح علينا. نقرا في الهامش، وسننه أي الوضوء عشرة أشياء، وفي بعض نسخ المتن عشر خصال، ده على سبيل الاختصار، لكن سنن الوضوء كتيرة أوي. التسمية أوله، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها،
خلاص خلينا في التسمية، لما نخلصها نقرا الباب. نرجع للايه؟ للحاشية. وسننه لما فرغ من الفروض شرع في السنن، فقال وسننه أي الوضوء سواء كان واجبا أو مندوبا، سواء بتتوضى وضوء مندوب تجديد نية تجديد وضوء يعني، أو واجب يعني لرفع حدث. عشرة أشياء أي بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي تزيد على ذلك، حتى عدها بعضهم نحو 50 سنة. يعني في ناس قعدت تعد سنن الوضوء وكترت في العد شوية وصلتها 50. وقد أشار الشارح لذلك بقوله وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات، واعترض على المصنف بأن المذكور في كلامه 11، فكيف يقول 10 أشياء لما تعد اللي قالهم المصنف لهم 11 وبعدين هو يقولك 10 أشياء؟ اعترضوا عليه. أجيب بأن في بعض النسخ حذف الموالاة وعليه يصح العدد، أو بأنه عد التخليل تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين عدهم الاثنين خصلة واحدة، واللي جم عدهم بعديهم عدهم خصلتين فلقوهم زادوا واحد، أو بأنه عد التخليل بقسميه سنة واحدة وإن تعدد محل. وفي بعض نسخ المتن، إنما اختلفت نسخ المتن لأن المصنف أملاه على الطلبة فربما اختلفت بعض الكلمات. أول حاجة التسمية، ويسن التعوذ قبلها أيضا، يبقى ما قالش التعوذ، أدي سنة ما قالهاش، يبقى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يزيد بعدها كمان الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. شوف كل دي سنن داخلة حوالين التسمية بس، يبقى يبتدي بالاستعاذة ويسمي يبسمل يعني، ثم يقول الحمد لله على الإسلام ونعمته. ما هو لولا نعمة الإسلام دي لو قعدت قدام الحنفية 10 ساعات مش هتتوضأ، لأن مش هيرتفع حدثك، لأن من شروط رفع الحدث صحة النية، والنية شرطها الإسلام. فشوف نعمة الإسلام خلتك هتقفل الحنفية، لولا كده مش هتروح النار، هتفضل فتحها كده الحاد والناس كلها تروح وانت مش عارف تتوضأ. فمش نعمة دي عشان تروح. الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، والحمد لله ان جعل لك المية طهور. اي حاجة تانية غير المية تستعملها كده وتيجي على جسمك تبقى عايز تشطفها بالمية، سبحان الله. جاء عليك مرقة تبقى عايز تشطفها بالمية، جاء عليك منقوع تمر عايز تشطفه بالمية، شوية شاي عايز تشطفه بالمية. المية دي اول ما تيجي على جسمك كده تستريح كأنك نضفت، مش كده برضو؟ ده دي حاجة عجيبة، المية دي فيها سر عجيب، عشان كده محتاجة حمد. فالحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويسن الإصرار بها. إيه يسن دي؟ دي هيئة السنة بقى. هيئة السنة تجهر ولا تسر؟ يقول لك هيئة السنة، فهيئتها الإصرار بها. كما يؤخذ من كلام بعضهم. أوله ظرف للتسمية، أي في أوله، يعني التسمية في أول الوضوء، والمراد به أول غسل الكفين. أول غسل الكفين تبسمة هنا بقى ما عادها. ويسن أن ينوي بقلبه مع التسمية سنن الوضوء حينئذ، لأن فرض الوضوء هيحتاج نيته مع الوجه، لكن في الأول محتاج ينوي سنن الوضوء. ويسن أن ينوي بقلبه سنن الوضوء حينئذ كما تقدم، فيجمع في العمل بين قلبه ولسانه وجوارحه، فيكون قد شغل قلبه بالنية ولسانه بالبسملة وجوارحه بغسل الكفين. فهمت؟
وأعضاءه بالغسل في آن واحد، ثم يتلفظ بعد ذلك بالنية، وإنما لم يتلفظ بها حالة النية لاشتغال لسانه بالتسمية. بعد ما يخلص كده بقى، بعد ما يخلص البسملة يتلفظ به يقول نويت سنن الوضوء. قبل كده قالها بقلبه ما قالهاش بلسانه. نسمع الأذان تفضل. وأقلها البسملة في الوضوء سنة، يسن قبلها التعوذ وبعدها الحمدلة، وأثناءها أن ينوي بقلبه سنة الوضوء، ثم تكون محلها مع غسل الكفين، وبعدها ينوي بلسانه سنن الوضوء. كويس، كل دي تفاصيل في مذهب الشافعي. وأقلها بسم الله، أقل البسملة بسم الله بس كده، فيحصل أصل السنة بذلك ولا يحصل بغيره من الأذكار. يعني لو قال الله أكبر، لو قال الحمد لله، لو قال سبحان الله، ما يحصلش، لازم بسم الله. خدت بالك؟ لا يحصل بغيره من الأذكار لطلب التسمية بخصوصها. وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، فأكملها كمالها، ويأتي بذلك ولو جنبا وحائضا ونفساء، كأن يتوضأ كل منهم لسنة الغسل، لكن في الحالة دي يقصد بها الذكر، لا يقصد بها القرآن، لأن الجنب لا يجوز أن يقرأ قرآن، لكن يقصد بها الذكر. فإن ترك التسمية ولو عمدا، افرض ترك التسمية نسيانا أو متعمد، كسلان، تعبان، صوته مبحوح، مرهق، ساعات الواحد في سن كبير كده تلاقيه كسل، يتعب، منهك، مريض، تيجي تقول له بسم الله، روح متوضي كده وخلاص. خدت بالك؟ يعني هو بيقولها بقلبه. فإن تركها عمدا أو نسيانا، وقوله أتى بها أي أتى بالتسمية في أثنائه أو وقت ما يتذكرها أو وقت ما يجد نشاطه، ما لم يكن أنهى وضوءه، ولو أثناء الوضوء، إن شاء الله هو بيغسل رجله الشمال في آخر حتة، يقول بسم الله أوله وآخره، يقول بسم الله أوله وآخره. وقوله أتى بها أي أتى بالتسمية أقلها وأكملها، ويزيد عليها أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، يعني على أوله وعلى آخره، أو في أوله وفي آخره. والمراد بآخره ما عدا الأول، أو المراد بالأول ما عدا الآخر، فدخل الوسط، يعني أولي وآخري، يعني ووسطه كمان كله يعني. وقوله في أثنائه أي قبل الفراغ منه، بخلاف الجماع، لو نسي البسملة في أول الجماع ما يأتيش بها، لأن يكره الكلام أثناء الجماع، خدت بالك؟ بخلاف الجماع فإنه إن تركها في أوله لا يأتي بها في أثنائه، لأنه يكره الكلام في أثنائه، إلا لحاجة، لحديث أبي هريرة، هو حديث ضعيف لكنه العلماء أخذوا به، لحديث أبي هريرة إذا جامع أحدكم أهله فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس. فإن فرغ من الوضوء، طيب خلص الوضوء خالص ولسه ما بسملش، خلاص راح وقت البسملة، ما يبسملش بقى خلاص، ينشغل في الأذكار اللي بعد الوضوء بقى، أي من أفعاله، ولو بقي الدعاء بعده على أحد القولين ارتضاه الرمل. يعني هل فرغ منه يعني من الوضوء نفسه الفرائض اللي هي غسل الرجلين، ولا توابع الوضوء كمان اللي هي حتى الدعاء اللي هيقوله بعديه كمان، يعني فرغ منه على أي صورة؟ فهمت ازاي؟ الامام الرملي بيقول ايه، ولو بقي عليه الدعاء يعني توابعه، يبقى لسه ما فرغش منه، يقول بسم الله اولي واخره، لان دي لسه توابع، ده اختار احد قولين، اختار الامام الرملي منهم هذا. ولكن نقل عن الزيادي والشبرملسي ان المراد فان فرغ من توابعه، يعني قولا واحدا مش قولين، حتى الذكر بعده، بل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسورة إنا أنزلناه، لأن كل دي أذكار
سنن تقولها بعد الوضوء، انك انت تحمد ربك، تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل خير، سلام هي حتى مطلع الفجر. ها؟ من كل أمر، أمال أنا قلت إيه؟ كل أمر، من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لو تذكر البسملة اللي ما قالهاش في الأول خالص وهو لسه ما قالش الدعاء ده يقولها، يقول بسم الله أولي وآخر كده. خدت بالك؟ حتى ولو في اثنائه يقولها. وهذا اقرب. لم ياتي بها اي الانقضاء، افرض تذكرها بعد ما خلص كل الادعيه بقى وكل حاجه وخلاص خلاص فات وقتها بقى. اي لانقضائه، بخلاف الاكل. الاكل بقى افرض نسي البسمله في اول الاكل. ياتي بها في اثنائه ولو في اخر لقمه، يقول بسم الله اولي واخر. طب افرض نسي خالص وهو بيغسل ايده، خلص اكل خلاص بيغسل ايده بقى، يقول برضه بسم الله اولي واخر. طب افرض نسي خالص حتى هو بيغسل ايده ودخل ينام بعد ساعه، اصله بيتفرج على المسلسل قبل ما ينام، ربنا يتوب عليه، فتذكر بعد ساعه قال ارلا ده انا ما بسملتش في العشاء النهارده، وانا سمعت ان الشيخ بيقول ان الشيطان بياكل مع اللي ما بيبسملش، فيروح قايل بسم الله اولي واخر. يقول لأن الغرض من البسملة في الأكل والشرب هي إيذاء الشيطان ألا يأكل معك، وده مستمر، فهيتآية بس متأخر. مش ممكن الواحد يتآية بعد الأكل بساعة؟ طيب خلاص يبقى الشيطان خليه يتآية بعد الأكل بساعة. فهمت إزاي؟ آدي الهدف في إن في الأكل حتى لو نسيت أقولها، وقت ما تفتكرها أقولها، لأن الغرض إيذاء الشيطان. فهمت إزاي؟ يبقى في الجماع لو نسيتها ما تقولهاش، لأنه يكره الكلام أثناء الجماع. في الوضوء لو نسيتها اقولها اثناءه، لو نسيتها اقولها في اخره، لو نسيتها اقولها حتى في اثناء الدعاء اللي في اخره. ايوه الحمامات بتاعتنا الوقت دي ممكن تذكر ربك فيها ليه؟ طالما في سيفون وشدت السيفون والنجاسه جريت بقى المكان طهر. انما الحمامات بتاع زمان ايام اجدادنا قال لك ما تذكرش فيها ليه؟ لان النجاسه فيها ابيار بير، فالنجاسه مع الشيش. فهمت ازاي؟ لكن احنا عندنا في الحمامات بتاعتنا دلوقتي ما فيش فيها نجاسه، ده انت مجرد تخلص تشد السيفون تغطي الكابينيه خلاص ما فيش ريحه ولا في نجاسه، طاهر، اذكر ربك بقى خلاص ما فيش مشكله. فهم؟ يبقى تغير الحال بخلاف الكابينيات بتاعت الابيار دي بتاعت زمان. يعني هنخلص البسمله بس ونقيم الصلاه، ما تخافوش مش هقعدكم لحد ما نخلص الخمسين سنة بتاعت الوضوء. يبقى لم يأتي بها البسملة في الوضوء لو نسيها لحد ما خلص الدعاء اللي في آخر الوضوء لم يأتي بها، خلاص انقضى وقتها. لكن في الأكل لو نسيها حتى بعد ما خلص أكل يأتي بها، بخلاف الأكل فإنه يأتي بها ولو بعد الفراغ منه ليتقايأ الشيطان ما أكله، ولا يلزم من ذلك تنجس الإناء. يعني ما يلزمش إيه؟ تنجس الإناء. كان الشيخ أحمد إمام مسجد قايتباي رحمه الله كان ليه نكتة ظريفة كده بيقولها، بيقول لك إن راجل كان طالع عمرة فواخد معاه زلعة مش، فوقفوه في المطار قالوا له لا ما ينفعش تاخدها، يا إما تسيبها هنا يا إما. فالراجل صعبان عليه، يقول لك قعد ياكل فيها ياكل فيها ياكل فيها، فبيقول لك الشيطان قال له يا اخو قول بقى بسم الله حرقت قلبي. يعني حتى الشيطان استجار منه. الشيخ احمد حلمي الله يرحمه كان غاوي يقول النكته دي. فبيقول لك ايه؟ اي لانقضائه بخلاف الاكل فانه ياتي بها ولو بعد الفراغ منه ليتقايأ الشيطان ما اكله، ولا يلزم من ذلك تنجس الاناء. مش تقول بقى ان الشيطان هيتآية ينجس لي الاناء، ما يلزمش منه كده، لعدم تحقق كون التقايؤ فيه، لانه ممكن يتآية بره الاناء، بل يمكن ان يكون خارجه، والغرض ايذاء الشيطان فقط. فلا يرد ما يقال اذا كان التقايؤ خارجه فما فائده ذلك،
ونقف على غسل الكفين إن شاء الله يوم السبت بعد القادم، أجازة السبت اللي جاي إن شاء الله عشان عندنا بس معاد، وإن شاء الله السبت بعد القادم بإذن الله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا ووفقنا لما تحب وترضاه وسائر المسلمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير، وأقم الصلاة.